وتقول لهم خدوا الصور دي واكسروا عين البنت وامها. اطلع يا هايدي، انت رايحه تمتحني؟ هننزل الصور تاني يا جليله الادب. شفتوا هايدي ماتت بسبب ايه؟ اهلا بيكم، تعالوا نشوف النهارده قصه البنت هايدي، البنت الجميله اللي عندها 14 سنه واللي تكرر نفس سيناريو بسنت. لو انتوا فاكرين بسنت فتاه الغربيه اللي اتفبرك لها صور والبنت ما قدرتش تتحمل الفضيحه ونظرات الناس القاسيه ليها، فراحت خدت حبه الغلال وماتت بعد ما سابت رساله مبكيه تقطع القلوب، وقالت لامها انا بريئه يا ماما، انت مربياني صح، مش انا اللي في الصور دي يا ماما، الصور متفبركه، محدش مصدقني، لا مدرس في المدرسه مصدقني ولا صحباتي مصدقيني ولا الناس في الشارع رحمني، وراحت موتت نفسها. ايه اللي حصل المره دي بقى؟ المره دي مش محافظه الغربيه، في محافظه الشرقيه، مركز اسمه مركز اولاد كفر صقر. بنت اسمها هايدي جميله غلبانه حلوه طالعه للدنيا. شيء طبيعي بنت في السن ده 14 15 سنه بتبقى مصاحبه على بنات الجيران. دي في قريه تبع كفر صقر. القرية معروفة، مش بتاع بنات بنطلونات مقطعة وموبايلات وقلة أدب، ده قرية كل الناس عارفة بعضيها. فالبنت بتروح عند صاحبتها وصاحبتها بييجوا عندها. في الوقت ده البنت بتقيس لبسها، بتبين لصاحبتها شوف أنا عاملة إيه، شوف أنا ابتديت أكبر، فالبنات بيصوروا بعضيهم. نسمع القصة مظبوط لأن البنت دي فعلا ضحية. البنات مع بعضهم ممكن زي الاولاد زي الشباب، ممكن يبقى صاحبي في البيت عندي يصورني وانا بلبس الترنج، يصورني وانا طالع الحمام، ده احيانا بنصور في شباب بيصوروا بعض وهما بيستحموا. حاجات غريبه كده بيعملوها شباب الايام دي، البنت بتصور البنت وهي طالعه من الحمام، البنت بتصور البنت وهي بتسرح شعرها، البنت بتصور نفسها، ما احنا شفنا منى زكي بتخلع الاندر وير في الفيلم. فاصبحت في جرأه دلوقتي فالبنات بيصوروا بعض وهم جيران واصحاب بعضهم لسه عيال في اعدادي. المشكلة بقى ان البيتين اتخانقوا، ام دي اتخانقت مع ام دي، حصلت خناقة بين الستات. البنت قالت لامها شفت يا ماما انا مصورة هايدي وهي عندنا في البيت ازاي. شوف بقى الام تعمل ايه، شوف لما يكون واحدة ما عندهاش لا دين ولا اخلاق وتيجي بنتها تقول لها يا ماما شوف هايدي، مش هايدي هي امها اللي شتمتك، شفت انا مصورة هايدي وهي عندنا في البيت لابسة ايه. الام تيجي واخده الصور دي وبعتها لاتنين شباب قرايبها وتقول لهم خدوا الصور دي واكسروا عين البنت وامها. شوف قله الادب، رغم ان هي عارفه ان هايدي وهي في البيت عند بنتها كانوا بيخلعوا ويلبسوا ويقيسوا هدوم بعض ويصوروا بعض وبيضحكوا بنات مع بعضهم مش عيب، لكن لما جه اتخانقوا مع بعض البنت قالت لامها شوف يا ماما هايدي شفت الصور اللي كانت مصوراها عندي، شفت من غير هدوم ازاي. فشي طبيعي الام قالت لها انا هكسر عين هايدي واكسر عين امها وابوها بالصور دي، وراحت بعت الصور لاتنين شباب قرايبها قالت لهم الصور دي بتاعت هايدي انا عايزاكم تذلوها. قال لها طب نعمل ايه بالصور دي؟ قالت لهم اتصلوا بامها وقولوا لها هايدي ما تروحش المدرسه، هايدي ما تدخلش المدرسه الدروس، ما تروحش دروس خصوصيه، هايدي ما تطلعش من البيت. راحوا الاتنين الشباب بعتين الصور لهايدي ولامها وقالوا لها هايدي ما تطلعش من البيت ولا تروح المدرسه ولا تروح الدروس الخصوصيه، ولو نزلت من البيت ولو حد شافها هنفضحها على السوشيال ميديا. الام شافت الصور دي، يا بنتي هايدي الصور دي فين؟ قالت لك عند صاحبتي يا ماما اللي انت متخانقي مع بابتها. اتفهم اللغز، وفعلا الام لا رضت تخلي هايدي تروح المدرسه ولا رضت تخليها تروح الدروس الخصوصيه ولا رضت تخلي بنتها تنزل الشارع، يعني سجنتها. عشان ايه؟ خايفه من الفضيحه، وخايفه ان ابو هايدي يعرف هيمسك بنته يضربها يقول لها ايه اللي خليكي تخلع هدومك يا قليله الادب، رغم ان هي كانت خلعها عند واحده صاحبتها. طب نكتفي بكده؟ لا، راحت الست دي واخده الصور ورايحه لابو البنت، يا ابو هايدي صور بنتك عندنا اهي، اضربها قدامنا في الشارع هي وامها، ويجي هي وتيجي هي وامها يعتذروا لنا جوه البيت. شفت الذل؟ الكلام ده في القريه، انا مش بتكلم على ده، انا بتكلم على ناس في القريه المفروض اهل. الست واخده الصور وبتروح لابو هايدي تقول له صور بنتك اهي،
هننزلها ونفضح. كنت عندك ثلاث بنات، عندك واحده في كليه التجاره، وعندك بنتك دي في الاعدادي، وعندك بنت صغير، مش هنخلي راجل يدخل بيتكم ويطلب بنت. هوقف لك سوق بناتك، انت تمسك مراتك وبنتك تضربهم في الشارع وتخليهم يجي يعتذرونا قدام الناس كلها، والا هفضحكم بالصور دي. الراجل قال لها روح يا شيخه منك لله، ده عرض ولايه، روح يا ست انا مش عايز حاجه، مش هضرب ولادي. تيجي الست بعد كده منزل الصور على السوشيال ميديا، نزلتها وفضحت البنت. البنت طبعا ما بتخرجش من البيت، لا بتروح مدرسه ولا بتروح دروس، لكن الامتحانات خلاص، الامتحانات دخلت والضحى عليها السنه، فاضطرت البنت تنزل الامتحان. لما جارتها شافتها رايحه الامتحان قالت لها يا هايدي انت رايحه تمتحني؟ هننزل الصور تاني يا جليله الادب، ده انا لو منك اتكسف اطلع من البيت، ده انت فضحتي اهلك وفضحت العيله كلها، روحي موتي نفسك واتكسفي من عارك. رغم ان البنت ما عملتش حاجه، ده البنت كانت بتخلع عند صاحبتها في البيت. لكن الاثنين الشباب قرايب ام الست دي فبركوا الصور وهي خلعه، خلوها في مناظر خادشه الفوتوشوب، واحنا عارفين الشباب نفس اللي حصل مع بسنت، ابتدى يركبوا للبنت مناظر وصور واوضاع مع شباب وكله فوتوشوب، والناس في القريه ناس بسيطه بتصدق. الناس في القريه ما يعرفوش يعني ايه فوتوشوب، ما يعرفوش يعني ايه صور تتركب، ما يعرفوش يعني ايه حاجات ممكن تخلي الواحد يقول معقول الكلام ده تمثيل، ناس بسيطه صدقت. البنت راحت الامتحان وهي مش دارينه بنفسها، وهي راجعه مع واحده صاحبتها، قالت لها اديني التليفون المحموله اعمل مكالمه، قالت لها هتكلم مين يا هايدي؟ قالت لها هكلم الشاب اللي بينزل لي الصور، ما البلد كلها عارفه. البنت خدت التليفون وكلمت الشاب، قالت له ابوس على ايدك كفايه فضحتني. ده الكلام ده بيقوله مين؟ بيقوله المتهم نفسه، قال لك هايدي جت اتصلت بيا وبعد ما طلعت من الامتحان وقالت لي ابوس على ايدك كفايه ما تنزلش صور، انت ما عندكش اخوات بنات، ارحمني وارحم امي وارحم ابوي. قال لها ايه اللي خلاك نزلت ورحت الامتحانات؟ وليه ما رحتش انت وامك بوست على رجلين جيرانك وقلت لهم انا اسفه؟ البنت قالت له عشان خاطري هموت نفسي، قال لها كلبه وراحت. البنت خدت صاحبتها وراحت عند محل غلال اللي بيبيعوا حبة الغلة لو انتوا عارفين، رغم ان محافظ الشرقية منع تداولها، لكن الراجل ده كان بيبيعها واعترف وقال ايوه هي جت اشترت مني، اشترت منه ثلاث حبات غلة. قالت له عندنا فران وعندنا سوس هنحطه مش عارف ايه، قال لها اعطاها ثلاث حبات غلة. البنت وهي ماشية في السكة قالت لصاحبتها والنبي اسقيني شوية مية، راحت جابت لها ازازة معدنية ب 2 جنيه، راحت واخدة الحباية وشربت ميه. بتقول لي انت خدت ايه؟ قالت لها ده انا خدت بالشمع عشان الصداع. قالت لها الله يساعدك يا هايدي، انا مش عارف يا حبيبتي انت هتعمل ايه في المصيبه بتاعت الشباب اللي بيزلوك بالصور دي. روحت البيت البنت في الطريق بترجع. ايه يا هايدي؟ قالت لامها ريحتك مني يا امها. ايه اللي حصل يا هايدي؟ قالت لها موت نفسي عشان ما اخليكيش تذلل جارتي، عشان ما تخليكيش تروحي تبوس على رجل جارتي، عشان ابويا ما يمشيش في الشارع موطي راسه، عشان الست اللي بتقول لك مش هخلي عريس يجي لبناتك. انا موت نفسي يا امي. جروا بيها على مستشفى ولصق الحبه دي، حبه الغلال دي للاسف محدش بيلحق. البنت ماتت في عز شبه 14 سنه عشان جاره ما عندهاش لا دين ولا اخلاق. على طول مجرد ما وصل البلاغ لمركز شرطه كفر صقر الشرقيه جوا على طول. ايه الموضوع؟ الام اتهمت جارتها واتهمت بنات جارتها الاثنين واتهمت اثنين شباب اللي كانوا بيتداولوا صور، وواحده اسمها منى هربانه لغايه دلوقتي. قبضوا على الجاره، جت صور والناس بعتوها لي. طب وانت بعتها لاثنين الشباب ليه؟ جت دول قرايبنا كانوا بيتفرجوا عليا. والاثنين الشباب اعترفوا قالوا ايوه الجاره دي هي اللي عطتنا. وخد بقى المفاجات، انهم خدوا من الست 2000 جنيه مره، وخدوا منها 5000 مرة، وكل ما يطلب ويتديهم يزودوا تاني 2000 في 5، وبعد كده طلبوا منها ان بنتها ما تنزلش ولا تروح مدرسة ولا تروح دروس ولا تخرج من البيت، وكانت الام بتستجيب، وفي الاخر فضحوها برضه. تم القبض على اتنين الشباب اعترافات تفصيلية، تم القبض على الجارة وبناتها الاثنين، وواحدة تاني اسمها منى ما زالت هاربة وهيتم القبض عليها. شفتوا هايدي ماتت بسبب ايه؟ بسبب ان في ناس ما بتخافش ربنا. والواد الشاب بيقول لها كلبه وراحت، بتقول له هموت نفسي حرام عليك كفايه بقى سمعه امي واخوات البنات وابوي. قالت له هموت نفسي، قال لها كلبه وراحت. شفتوا احنا وصلنا لفين؟ هنقول ايه؟ ربنا المنتقم
ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.